السلام عليكم اخوي مسلم، عرفت انه همام العزاوي حيكون ضيف ببرنامجك باكر، فحبيت اوصل لك كم شغله عن طريقك الهمام. يا سالفته ربيع الله وحلو عمر. اول شيء اريد اقول لك اني كلش فخوره بيك وباللي وصلت. اول ما عرفت اكو شخص اسمه همام كان حسابك بعد 60,000 قبل سنتين هالحكي، وكنت معجبه بشخصيتك وباخلاقك قبل شكلك. من اتذكر شو وقت اول مره طبيت على حسابك، احسها البارحه، ما اعرف شلون عدى سنتين بهالسرعه. بهالسنتين زقد ما انا كنت فخوره بيك، هسه انا دا افتخر اضعاف اضعاف قبل حسابك. ماضى شيء ويوصل مليون، كلها صار في كم شهر، والنجاح ما ينقص بعد المتابعين اكيد، بس مجرد انه اعرف اكو هالقد عدد يحبك ويتابعك ويتمنى لك الخير ويدعي لك، هذا وحده راح يخليه اي انسان يفتخر بهالشيء، واني من ضمن هالناس اللي تحبك. كل شيء الاكبر والاهم من الحساب، مع احترامي المتابعين طبعا. بعد بها تكمله انه انت جبت شهاده السادس ورا تعب 3 سنين، يعني هالشيء وحده يكفي انه يخليك تمشي بزودك، والقاعه ما تحملك اصلا. اكبر فرحه صارت بعمري من طلعت من السادس، احتمالي بنجاحي ما راح افرح هيك، وانت وصلت لهالمرحله بفضل الله، ثم دعاء امك ثم دعائي. كلش اتمنى تستمر هالطريق وتبقى الناس كلها تحبك وتحترمك، وتبقى انت همام اللي بقى بثقل وما انهز وركض ورا الشهره. وكالعاده اقول لك يجنهار الصبح واعتذر من فيروز وبدسمة وصوتك صوتك شعر مو غنى. منين هاي الرساله؟ هاي من نماني، هاي الاخيره. يجي دور الصبح تقول لي يا دائما. طبعا تحياتنا لاماني، تحياتنا لها طبعا. من سمعت انه انت راح تكون ضيف بعثت لي رساله، قالت لي ضروري ان توصل لهاي الرساله. منها مال ربيع، يا سالفتي وربيع الله. انت اول ما قريت عرفت منها. اي ما شفت ضحكت يعني عرفت منها. تمام، شنو رايك بالرساله هاي؟ شو اقول؟ هي مبدعه بهاي السوالف، عندها مشاعر كلش كبيره. يعني بالمستقبل نشوفها شاعره؟ والله اشجعها على هالشيء. لا صدق والله. تمام، همام نسبويا ايش قد تحبها؟ من 100 انطيني حط واحد وبصفه كوم اصفار.